تما فرحت كي جاو خطبوني وقبلت غير صلاتي صلي سي بو باسكو ولاد ليما ما كانش يصلي تما حبيت غير واحد يصلي تما يخاف ربي. قبلت ما حوست نعرف دار يخدم مالي ملاح ما كانش ديجا لي سقسي. في شهر عقدت فتحت ورحت لا مهر لا عرس لا عشاء. درت غير انا لجيراني باش يعرفوا بلي الطفله هذه تزوجت بصح عشاء لا مهر المهر ما عطاليش اي ورا الزواج ما داليش مهر خاطرش سلكني على اساس سلكتك كيفاش سمحي لي كيفاش هذه سلكتك شغل حمدي يا ربي كنتي راح تخرجي برا مامي ما قالتها لي قالت لي حمدي يا ربي وصرات في الخطبه هكا مناوشات بينها وبين يما قالت لها ما نجيبو لهاش الذهب مور العرس نجيبو لها قالت لها ماما ما عندها والو مسكينه اي ام ماذا بها تفرح ببنتها قالت لها بصح يحاوزها داروا لي العرس ورحت يعني كان خفيف اخف منه ما كاش هكا بسيط شغل رحت ضيفه تزوجت بالنيه الصافيه على اساس حاجة الأولى اللي فرحت قلت أنا حيولي عندي أبوي قبل نقول له بابا ويما واحد أخرى وأختي وخاوتي والحمد لله. شوفي ابتسام أنت كي تباني يعني الله يبارك عليك تباني كيفاش يقولوا شاطرة أنت رحتي هكاك يعني كما نقدروا نقولوا زواج رمزي قلتي لي أنا ما عنديش الحق قولي للناس واش قلتي لي مقبل ما عنديش الحق نشرط الطفلة راهي محاوزة تزيدي تشرطي ما عندكش باباك وراجلي ما كاو يحاوز فيك تزيدي تشرطي تما رحت قبلت بالعكس كنت فرحانة وتوقعت نيتي غلبتني وسبقتني توقعت يعاملوني كيما وحدة منهم تزوجت في اف طروة كنا ثمانية في الدار جامي درت نية عيانة على اساس الغاشي وكيفاش راح نعيش ولا وانا ما عنديش مشكلة مدى بيا فرحت عائلة تزوجت كي شغل رحت ضيفة ما نبانش كامل باللي عروسة ولا ما درتش واش يديروا البنات ما فرحتش العرس يا مرة واحدة في الحياة ما عرستش والحمد لله العرس كي تكون فرحان ومهني في دارك ما العرس هذاك اللي تكتر ويحضروا الناس وتزيد عليها ومن بعد ما تعيش مهنية واش الفايدة قلت انا المهم نعيش مهنية وما نخرجش برا كان عندي هاجس نخرج برا الذئاب البشرية الناس واش راح يقولوا كيفاش حيعاملوني انا عزبة عباك انت كي تهضري والجمهور ما باش لا يقدروا الناس يشوفوا البنات اللي هنا كاع راهم يبكوا عليك صحة لا بس عليك ابتسام بون رحتي لتما ولكن تزوجت عقدت فتحت فرحانة رحت بنية أختي بابا يما نسلم لهم على راسهم نيتي ما خرجتنيش قلت انا محال ربي يخليني شغل يتيمه وزيد وش عشت الظلم وكاع هذا هو العوض تاعي ما لقيتش كامل واش كنت حابه المعايرات وما جبتيش وواحد الكلمات سوقيه خاب ظني خاب واش كان يصرى لك تما هما علاش جاوا داوك دونسك علاش تزوجوا بك علاش تزوج بك اصلا انا كي هي اللي جات لي للدار اول مره يماه اللي جات كي تزوجت قالت لي انا وليدي اللي بعثني تما هي ما كانتش حابه كي وليدك بعثك تي ما كنتيش قابلتني علاش ما جيتش انا قلت لكم تزوجوا بيا كنت قادره ربي بالك يوري لي حل واحد اخر احسن علاش تتزوجوا بيا وما داك ترموني علاش انت حسيتي هكا حسيتي انه سمحي لي على الكلمه حسيتي انه ترميتي اكيد حتى هما قالوها وهي هكا باينه علاش بصح بالضبط يعني لانه كانوا يصراو مشاكل وشنو هما بصح ما عرفتش منين حتى دوكا ما عرفتش منين ماما كانت تجي عادي عندي خمس دقائق تخرج تزوجت غير في الحومه بداو ممنوع تجي علاش راهي تجي كل يوم بالعكس ماما تفرحوا ماما هذاك واش عندي تقولوا لي بريها وزيدي عليها كانت ماما تحكي لهم مشاكلها مسكينه مع راجلها دارتهم همام هي عائلتها يعايروها يعايروني انا بيها شوفي يماك وكذا
من بعد ولاو يدخلوا في الماضي، قال لي ماك علاش عاوزك، وكان شافك مليحه ما يحاوزكش. من بعد ولينا للضرب، ومن بعد تخدعت في صلاه ما يصليش الانسان هذاك اللي ديته انا ما كانش يصلي. حبس الخدمه في سمانه الاولى، حبس الخدمه تما خدعتوني هكاك، ومازلت بنيتي نقول معليش ربي كيما رزقوا بهذه الخدمه يرزقوا بواحد اخرى.